تأسست حديقة التجارب الحام عام 1832، حيث تعتبر واحدة من أهم حدائق التجارب في العالم. أنشئت حديقة التجارب سنة 1832، حيث تحتوي على نمطين من الحدائق. كايلا زادت في أبريل 2017، مالوريزمو يماها ما قدرتش تردعها، وين تكفلنا بها حنايا وردعناها. فيتو هو قرد من فصيلة الباطاس، يماها مالوريزمو ماتت بعد ما ولدته يومين. كانت عندها ديشيرور إيتيرال.